وكمان معانا النهارده في حفلنا المليء بالشخصيات الناجحه شركه من الشركات العريقه مش في مجال الاتصالات بس، لا كمان في الكوره، وليها باع طويل جدا مع الرياضه المصريه وباع طويل مع كره القدم. رحبوا معانا بالمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركه اتصالات مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا حابب بس اشكر المهندس الاستاذ خالد عباس رئيس مجلس اداره شركه العاصمه الاداريه على الاستضافه الكريمه، معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، السيد معالي الوزير اشرف سلمان رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتسويق الرياضي، السادة الرعاة الكرام، السادة زملائي في شركة اتصالات مصر من إي آند الأحباء، السادة وكباتن مصر لاعبي منتخب مصر لكرة القدم والجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، السادة الحضور الأفاضل، اليوم أتشرف بوجودي بينكم مع حضراتكم في هذا الحدث الذي يمثل أهمية كبرى بالنسبة لنا في شركة اتصالات مصر. سعداء بأن تصبح شركة اتصالات مصر أحد الرعاة والداعمين وشريكا تكنولوجيا راعيا للكرة المصرية حتى عام 2026. الشراكة دي بتؤكد دور اتصالات مصر في دعم التطور والتنمية في مصر، ويعكس التزامنا العميق تجاه الرياضة في مصر وأهميتها ودورها الحيوي في مجتمعنا. في شركتنا، في شركة اتصالات مصر من إي آند، احنا بنهتم بالرياضة وبنعتز بالرياضة كمنصة، ليس فقط لأن الرياضة لم تعد فقط طرف، ولكن هي ليها دور كبير وأهمية كبيرة في صحة الإنسان البدنية والمعنوية والعقلية. الرياضة كمان بالنسبة لنا فيها قيم إحنا نراها موجودة ومهمة في الرياضة وبنعتز بيها جدا كمان داخل شركتنا. تلك القيم زي روح العمل في الفريق والمحافظة على روح الفريق، التركيز على الأداء والتحسن الفني الدائم والتركيز على التقدم الفني، والمنافسة الشريفة والتنافس واستخدام المنافسة الشريفة في التقدم وإحراز نتائج أكبر. كرة القدم، أنا يعني مش هتكلم على كرة القدم، كرة القدم هي أكبر لعبة شعبية في العالم ومش في مصر فقط، ولكن كرة القدم جزء من الثقافة المصرية وجزء من الهوية المصرية، ومنتخباتنا هي اللي هتعبر عن شخصيتنا وعن طموحنا كشعب مصر في المحافل الدولية. عشان كده بالنسبة لنا دي حاجة مهمة وحاجة مهمة للشعب المصري، ومرة تانية بكرر سعادتي بهذه الشراكة، وأتمنى أن تكون الشراكة دي بإذن الله تعالى باب نجاح كبير لينا كلنا وليكم بإذن الله فيما هو آت بإذن الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.